السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخوتي طلاب الحادي عشر، أهلا وسهلا بكم مع هذا الدرس الجديد من درس دل وأنلتم. عنوان هذا الدرس ما هو؟ جيزي يازılarının tarihi gelişimi. التاريخي جلشيم، التطور التاريخي لأدب الرحلات. جيزي يازılarının tarihi gelişimi. كيف تطور أدب الرحلات؟ كيف وصل إلينا؟ من أول من كتب فيه؟ هل هو من الأدب الشرقي الذي تميز فيه العرب والفرس والترك والشعوب الشرقية المسلمة، أم هو من الأدب الغربي الذي أتانا في الفترة الأخيرة مع الشعر التفعيلي ومع أشباهه؟ Dünya edebiyatının önemli gezi eserleri arasında 13. asırda yayımlanmış Marco Polo'nun Uzak Doğu izlenimlerini içeren Siyahatnamesi ve 14. asırda İbn Battuta'nın İslam Dünyası gezilerini konu edinen Siyahatnamesi yer alır. هنا الآن يتكلم عن أهم أثرين تاريخيين عن أدب الرحلة. ماركو بولو في القرن الثالث عشر، وابن بطوطة في القرن الرابع عشر. ابن بطوطة ما هو أول واحد؟ يوجد قبله. طيب، دنيا أدبياتنن أنملي جزي أثر لري. من الآثار الأدبية المهمة في أدب الرحلات أرسند، بينها بين هذه الآثار المهمة، بين هذه الكتب المهمة في أدب الرحلات، أن أتنجو أصردا في القرن الثالث عشر يملن مش نشرة الذي نشر في القرن الثالث عشر ماركو بولو نون أزاك ماركو بولو ماركو بولو اسم المؤلف أزاك دو إزلانيم لريني أزاك دو الشرق البعيد إزلانيم لري إزلانيم آثار أو تعقبات إتشاران سياحت نامسي. سياحت نامسي يعني كتابه عن الرحلات، كتابه عن رحلته اسمه سياحت نامة، ويتضمن كتابه انطباعاته عن الشرق البعيد. وأندر جوجو أصر داو في القرن الرابع عشر كان من المشهور في القرن الرابع عشر هو ابن بطوطة. ابن بطوطة من إسلام ابن بطو بالعربي ابن بطوطة، بالتركي ابن بطوطة من إسلام دنياسي جزيلريني. إسلام دنياسي جزيلري. ابن بطوطة كان عنده رحلاته في البلاد الإسلامية. كونو إدينان يعني الذي اتخذ موضوعا، يعني كتابه كان موضوعه السياحة في البلاد الإسلامية. سياحة نامس يير ألر تأخذ مكانا، يير ألر تأخذ مكانا. شو هي التي تأخذ مكانا؟ الآن هذه الجملة الأربع أسطر بدايتها مربوطة بنهايتها، أول كلمة وآخر كلمة أهم شيء. دنيا أدبياتنن ونملي جزي أسرلري أرسندا كذا وكذا ير ألر تأخذ مكانا بين أهم الآثار الأدبية في أدب الرحلات. من هي التي تأخذ مكانا هاما؟ في القرن الثالث عشر ماركو بولو، في القرن الرابع عشر ابن بطوطة. يا إلهي. نكمل. ترك أدبياتنن إلك أنملي سياحت نامسي سياحت نام أسرلري أرسلدا. ترك أدبيات الأدب التركي إلك أنملي سياحت نام أسرلري أسرلري آثار أو كتب سياحت نام الرحلات فن الرحلات إلك أنملي أول الأهم أول المهم يعني أول الكتب التركية المهمة، أول الكتب المكتوبة في الأدب التركي في أدب الرحلات المهمة، أول الكتب المهمة المكتوبة في الأدب التركي في أدب الرحلات أرسند بين هذه الكتب المهمة أندر دونجو يزيلدا في القرن الرابع عشر يظلمش الذي كتب بابور نامة. هذا اسم الكتاب بابور نامة. سيدي علي رئيس اسم المؤلف سيدي علي رئيس سيد علي الرئيس سيد علي رئيس مرآة المماليك. مرآة المماليك هذا كتاب في العربي أعرفه جيدا. مرآة المماليك ألفه سيد علي رئيس. بابور نامة أيضا كتاب آخر. بيري رئيس كتابه كتاب المؤلف بيري رئيس كتابه ما اسمه بهريسي
كتاب بحرية، اسم الكتاب كتاب البحرية، سيلابيلير يمكن أن يعتبر، يعني من الكتب التركية المكتوبة في إحدى الرحلات يمكن أن تعتبر هذه الكتب، كتاب بابورتنامة وكتاب مرآة الممالك لعلي ريس، هذا الكتاب مرآة الممالك طبعته وزارة الثقافة في سوريا وبيع بأسعار زهيدة، أظن اشتريته في 5 ليرات من المركز الثقافي في معرض الكتاب. بيري ريس كتاب بحرية أيضا من هذه الكتب، 3 كتب، بابورنامة ومرآة المماليك السيد علي ريس، و بيري ريس اسم كتابه بحري، كتاب بحرية، كتاب البحرية، كتاب البحرية. أيضا أسماء الكتب في تلك الفترة يعني إن لم تكن عربية فهي أشبه ما تكون بالعربية. أدبيات مصدر في أدبنا جيزيتورو نوع الرحلات، يعني أدب الرحلات، إلك بيوك وأنام لي أثر، أول كبير ومهم كتاب، أول كتاب مهم وكبير، يزر إساء اسم كاتبه، يعني أول كتاب مكتوب في أدب الرحلات، أول كتاب مهم وكبير هو كتاب أفليات شلبي. أفليات شلبي اسم الكاتب، هو رحالة مسلم كبير. أفليات شلبي هذا الكاتب أونجيلتليك، يعني كتابه من 10 مجلدات، سياها تنامة سندا في كتابه كتاب الرحلات المؤلف من 10 مجلدات، وشوقاه إلى قراءته، يعني ما أجمل قراءة هكذا كتاب. أوسمانلي إمبراطور لو الإمبراطورية العثمانية سنر لرق إتشيندا داخل حدودها ودشندا وخارج حدودها، يعني خارج حدود الإمبراطورية العثمانية، جيزيب قام برحلات، جردوير لري أنلطر يخبر عن الأماكن والأشياء التي رآها. يعني لنتخيل هذا الكتاب، هذا الكتاب هو عبارة عن كنز، 10 مجلدات، يحكي فيها الكاتب رحلته من في أماكن الإمبراطورية العثمانية وخارجها، ماذا رأى من أشياء غريبة وعجيبة ولافتة للانتباه وعادات الناس في تلك الفترة. أصلاً السنلر إيشيندا ودشندا جيزيب جوردوك لريلي يرلري الله صرت تخبر عن الأماكن التي رآها وزارها. هذا من اسمه أولياء شلبي. كاتب شلبينين، اثنتين شلبي، أولياء شلبي وكاتب شلبي، طيب بيقربوا بعض جنب. كاتب شلبينين جيهان نوما اسم كتابه، جيهان نوما، جيهان نوم، جيهان نوما، جيهان نوما، يشبه جهنم، جيهان نوما، جيهان نوما، جيهان نوما، هذا الاسم جيهان أظن كلمة فارسية معناها العالم أو الكون، نوما الله أعلم بمعناها. اسم الكتاب جيهان نوما. أدل أسريدا جيزية زلرندا في أدب الرحلات، رست لمنان تصادف بيرتكم أزلكلر، بعض الخصائص إشار مقتدر يحتوي، يعني كتاب كاتب شلبي عنده كتاب اسم كتابه جيهان نوما، جيهان نوما اسم كتابه، وكتابه يحتوي على مجموعة أشياء يمكن أن تصنف في أدب الرحلات، في فن الرحلات. راستلانان، راستلامك مصادفة، راستلد صادفة، راستلند صدف مبني المجهول، يعني في كتاب، في هذا الكتاب تبع كاتب شلبي يمكن أن نصادف فيه أشياء من أدب الرحلات. طيب الآن عن، نعم بعد ذلك نختصر. هاج يولجوكلارنو أنلاتان، هاج يولجوكلارنو طريق الحج، طريقه في الحج، أنلاتان الذي يخبر، بيرتقم جزي كتاب لاري عدة كتب، بيرتقم يعني مجموعة، جزي كتاب لاري كتب رحلات إلى بيرليكتا، مع هذه الكتب أوروبا ويكندو أولكالار، أوروبا، أوروبا ويكندو الشرق الأدنى أو الشرق القريب، أولكالاري نا جوندريلان، أولكالارينا إلى دولها جوندريلان الذي أرسل، إلتشيلاريمي، إلتشيلاريميز، إلتشيلاريميز يعني سفراؤنا، يصدق لر سفارة نامة الذي كتبه، سفارة نامة اسم ما يكتبه يعني رسائل السفارة، ده أيضا هذه الأشياء برار جزي أثار لري سايلا بلير، برار جزي أثار لري آثار من، يعني من كتب أدب الرحلات سايلا بلير يمكن أن تعد، يعني نعيد باختصار شديد، تاريخ أدب الرحلات من أقدم ما وصل إلينا هو كتاب ماركو بولو في القرن 13، كتاب ابن بطوطة في القرن 14، ومن أكبر الكتب الأدبية في التاريخ التركي حتى في القرن 14، كتاب بابورنامة، كتاب أيضا مرآة الممالك الذي عندي نسخة منه
باللغة العربية لمؤلفي سيد علي ريس، أيضا في القرن الرابع عشر هذا الكتاب كتب، وكتاب مرآة، هذا كتاب مرآة الممالك. الكتاب الذي يليه هو كتاب بيري ريس، اسم المؤلف بيري ريس، واسم كتابه كتاب البحرية. كتاب البحرية من أكبر كتب الأدب، من أكبر كتب فن الرحلات الذي كتب باللغة التركية، كتاب الذي ألفه أولياء شلبي ويقع في 10 مجلدات، واسمه سياحة نامة. أيضا كاتب شلبي، اسم كاتب آخر له كتاب اسمه جيهان نوما. في هذا الكتاب أيضا عدة نصوص توجد في هذا الكتاب، تعد من أدب الرحلات. مذكرات الحجاج التي كتبوها في بعض الكتب أيضا تعد من أدب الرحلات. أيضا سفراء الدولة العثمانية في الدول الأجنبية ما كتبوه أيضا يعد، يمكن أن يعتبر أمثلة جيدة على أدب الرحلات التركي. الآن ننتقل إلى الصفحة التالية، وهي هذه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل. صيدلة بالليل يمكن أن تعتبر. لم ينتهي الكلام في أدب الرحلات. وأثر لر أرى سندا بين هذه الكتب جزي ترونو ترونون أزلي كلاريني أن بليرجيم بيتشندا تاشيان. يعني من هذه الكتب التي كتبت السابقة، أو من كتابات سفراء الدولة العثمانية، أو كتابات سفراء الدولة، جيزي ترونون أزلي كلاريني خصائص أدب الرحلة، أن بليرجين بيتشندا بأكثر شكل واضح. بليرجين واضح، بيتشندا بشكل، تاشيان تحمل، يعني إيه؟ من أكثر الكتب التي تحمل أدب الرحلات من الكتب، من الأمثلة السابقة، يير ميسيكيس تشلبي مهمت أفندينين فرنسا سفارة نامسي. في شخص اسمه تشلبي مهمت أفندي، كان يمكن أن يكون غالبا هو سفير في فرنسا، سفير الدولة. ألف كتاب اسمه يير ميسيكيس 28، اسم غريب جدا، فرنسا سفارة نامسي. يرميسكيز تشلبي محمد، أو اسمه يرميسكيز، معقول اسمه يرميسكيز؟ يرميسكيز بدأت بحرف كبير، لذلك هي اسم، فاسمه يرميسكيز تشلبي محمد أفندي. اسم المؤلف محمد أفندي 28، والكتاب اسمه فرنسا سياحة نامسي، يعني مذكرات أو رحلة فرنسا. يزار الكاتب بو أسريندا في أثره هذا، في كتابه هذا، بو أسريندا لالا دفريندا. لالا دفري هو اسم مرحلة في الدولة العثمانية، مرحلة زمنية تلقب بلالا دوري أو تسمى بلالا دوري. فرنسا دا في فرنسا، إلتشليك باركان وهو سفير في فرنسا، جوردوك لاريني الذي رآه، تطلب يردلا أنلط مشتر، حكى عنه أنلط مشتر، خبر عنه، تطلب يردلا بلغة عذبة. يعني هذا الرجل الذي اسمه 28 محمد شلبي كان سفير الدولة العثمانية في فرنسا. في أي زمن كان؟ في لالا دوري، في عصر لالا دوري، اسم عصر أحد مراحل الدولة العثمانية، أظن هو بعد عهد السلطان محمود الثاني أو قبله، لست متأكد جدا، لكن أحد عصور الدولة العثمانية قبل السلطان محمود الثاني أو بعده، اسم المرحلة لالا دوري. طيب الكاتب تكلم عن هذه المرحلة وهو سفير فرنسا، عما رآه في سفير الدولة العثمانية في فرنسا، تكلم عما رآه في فرنسا بلغة عذبة وجميلة. طيب كاتب تشلبي نين، هذا هو نفس ال 28 ما هيك، يرميسكيز تشلبي محمد، كاتب تشلبي شخص آخر، كاتب تشلبي ذكرناه في السابق، كاتب تشلبي نين جيهان نوما أدلى أسري في كتابه اللي اسمه جوهان ناما جيزي ترونون نيتاليك لاريني بارن در مكتدر. كاتب شلبي في كتابه جيهان نوما اسم كتابه، جيزي ترونا نيتالي كلاريني باروندر مكتدر. باروندر مك هو إعمار، احتواء. كتابه يحتوي، أو كتابه معمور مليء بنصوص تحوي خصائص أدب الرحلات. يعني هو الكتاب لم يكتب أساسا من أجل أدب الرحلات، لكن في هذا الكتاب يوجد نصوص كثيرة تحمل صفات وخصائص أدب الرحلات. طيب تنظيمات دونامندا،
في عصر التنظيمات، أيضا هو أحد عصور الدولة العثمانية، أحمد مدحت أفندي، عصر التنظيمات يبدأ بكتابة دستور الدولة العثمانية وبالتنظيم الدولة العثمانية، المهم اسمه عصر التنظيمات. أحمد مدحت أفندي أوروبا دا في أوروبا بير جيفالان أدل كتابه، اسم كتابه جيفالان، جيفالان جيفالان التجول تجوال أدل كتابه جيزي توروندادر من أدب الرحلات، يعني من أدب الرحلات في عصر التنظيمات كتاب أحمد مدحت أفندي واسم كتابه الجولان، يعني باللغة العربية معاصرة التجوال اسم كتابه. هذه كلها يجب أن يكتب اسم الكاتب، اسم الكتاب في أي عصر. طيب بعده جناب شهاب الدين نين حج يولندا، جناب شهاب الدين اسم الشخص اسم الكاتب، حج يولندا في طريقه في الحج أوروبا مكتوب لري أدل أسر لري. الآن انتهى، يعني جناب شهاب الدين نين حجل يولندا، جناب شهاب الدين في طريق الحج فاصلة أوروبا مكتوب لري أدل أسر لري، الكتب التي تحمل عنوان رسائل أوروبا ترك تشيكيزي ترونو بشارلو أورنيكلر arasında gösterilebilir. Türk Gezituru yani Edeb Rihlat Tukri Türkiye başarılı örnekler emfile najiha arasında beynaha gösterilebilir yumkin an tu'rad. Yani hadayn şey'ayn ladhi fil a'la ladhayn fil a'la yumkin an yakunan emfile najiha li al adab adab al rihlat al turki. Ma huma hadayn al mithalayn? Al mithal al awwal huwa janab Shihab al-Din بكتابه في طريق الحج، والكتاب الآخر أو الكتب الأخرى الكتب مجموعات الكتب التي تسمى رسائل أوروبا. رسائل أوروبا قد تكون رسائل أشخاص كانوا سفراء في أوروبا وأرسلوها إلى أهلهم، قد تكون أشخاص ذهبوا ليدرسوا في أوروبا وما أرسلوه إلى أهلهم. هو ليس كتاب واحد، مجموعة كتابات رسائل أوروبا ومجموعة وكتاب أو ما كتبه جناب شهاب الدين عن طريق الحج، عن رحلته في طريق الحج. هذا يتكلم عن أي ماذا؟ تنظيمات دونمي، يعني عن تنظيمات دونمي أحمد مدحت أفندي كتابه الجولان، وجناب شهاب الدين كتابه حج يولندا، ورسائل أوروبا، هي كلها هذه كتبت في عصر التنظيمات. أما في عصر الجمهورية يعني بعد تأسيس أتاتورك للجمهورية التركية بعد عام 1923 جمهورية دوناميندا، فاليه ريفكي أتاين هذا اسم الكاتب، دينيز أشر تايمس كيلار بزيم أك دينيز تناك كيلار هند بعد يولجو دفتري. هذه كلها أسماء كتب ما بين الفاصلة والفاصلة اسم كتاب. جزارك gördüklerim şukufani hal. الآن عندنا كاتب اسمه فالح رفقة أطاي، ماذا كتب؟ كتب دينيز أشرة، وكتب تايمس كيلر، وكتب بزيم أك دينيز، وكتب تونا كيلر سواحل تونا، وكتب هند، وكتب يولجو دفتري كتاب المسافر معنى اسم هذا الكتاب، وكتب جزرك جردوكلاريم ما رأيته في أسفاري معنى هذا الكتاب. كتب سبع كتب فالح رفقي أتاي، سبع كتب. كتابه الأول دينيز أشر، كتابه دينيز بحر أشر دينيز أشر، كتابه الثاني تايمس كيلر سواحل تايمس، كتابه الثالث بزيم أك دينيز بحرنا الأبيض المتوسط، كتابه الرابع تونا كيلر سواحل تونا، كتابه الخامس هند، كتابه السادس يولجو دفتري يعني دفتر مسافر، كتابه السابع ما رأيته في أسفاري يعني اسمه بالتركية جزارك جردوكلارين. كلها كتب يعني عندما يسمع الإنسان أسماءها يشتاق إلى قراءتها ليرى ماذا رأى هؤلاء من أشياء عجيبة في رحلاتهم. الكاتب الثاني من الكتاب الذين كتبوا بعد عام 1923 يعني في عصر الجمهورية، من هو الكاتب الثاني؟ اسمه شكوفا شكو شكو شكوفا نيهال.
Şukufe Nihal ماذا كتب؟ Nihal'ın. Finlandiya Sadri Ertem. Bas كتب كتاب واحد اسمه فنلنديا. إذن Şukufe Nihal كتب كتاب فنلنديا. صدري أرتم هذا اسم شخص كاتب آخر. ماذا كتب هذا الكاتب الثالث؟ كتب كتاب اسمه بير فاغون بنجر سندن. اسم كتابه من نافذة عربة القطار. هذا الكتاب ماذا رأى؟ يعني كأنه يقول كنت أنظر من نافذة عربة القطار فرأيت أشياء كثيرة وأخبركم هذه الأشياء في كتابي هذا، فاشتروه واقرأوه واستمتعوا به. مثلا كأنه يقول هكذا. هذا صدر أرتم. وأنكرا بوكريش اسم كتابه الآخر. اسم كتابه الآخر أنكرا بوكريش. طيب هذا أنكرا بوكريش ومن نافذة عربة القطار، هم من هذين الكتابين، هما كتاب صدر أرتم. صدري أرتم. الكاتب الرابع أظن وصلنا. الكاتب الرابع اسمه رشاد نوري جون تكين. ماذا كتب؟ كتب كتاب اسمه أناضولو نوتلا جيزي توروندا وريلمش أنملي أسرلردر. عفوا كتابه اسمه أناضولو نوتلا جيزي. نوت ملاحظة، نوتلا مع الملاحظة، جيزي رحلة، رحلة مع الملاحظة اسم الكتاب. طيب الكاتب معناته كتب كتاب اسمه أناضولو نوتلاجيزي، معنى اسم كتابه رحلة إلى الأناضول مع الملاحظات، يعني رحلتي مع كتاباتي، رحلتي مع ملاحظاتي، أو هكذا. اسم الكتاب أناضولو نوتلاجيزي. طبعا أسماء الكتب تترجم يعني حتى يفهم معناها، لكن تحفظ كما هي. جيزي توروندا وريلمش أنملي أسرلر. جيزي توروندا من أنواع الرحلات. وريلمش أنملي أسرلر. وريلمش أعطيت أنملي أسرلر. آثار مهمة، كتب مهمة. عندنا آخر شيء رشاد نوري جون تكين. رشاد نوري جون تكين اسم كتابه أناضولو نوتلا. الآن يعني هذه أناضولو قد تكون اسم الكتاب، لكن الكلمة الثانية التي كتبت بعدها لأنها بدأت بحرف كبير فيبدو كأنها جزء من اسم الكتاب، ووضع بعدها خط فيعني أن الكلمة لم تنتهي، فجاءت تكملة الكلمة بجزي، ولكن كلمة جزي مرتبطة بعدها جزي ترو وجزي توروندا. إذن يعني ينبغي، ربما يكون هناك خطأ طباعي، هذا الحرف ينبغي أن يكون صغيرا لذلك أشكل علينا، فيكون اسم كتاب رشاد نوري جون تكين يكون اسم كتابه ماذا؟ أناضولو فقط اسم كتابه، وربما يكون اسمه أناضولو نوتلا يعني، وتكون هذه خطأ طباعي، فتكون معنى اسم كتابه يعني الأناضول بالملاحظات، يعني أني كأنه يقول تنقلت في بلاد الأناضول وكتبت ملاحظاتي عنها. السطر الأخير هو عبارة عن جملة مستقلة. جزيتو روندا وريلمش أنملي أسرلردر، يعني هذا الذي في الأعلى جزيتو روندا من أنواع الرحلات وريلمش أعطيت أنملي أسرلردر من الآثار المهمة التي أعطيت عن أدب الرحلات، من الكتب المهمة التي كتبت في أدب الرحلات. يعني كأننا ينبغي أن نحفظ كل فصل كل زمن وماذا كتب في هذا الزمن من كتب، وهنيئا لمن يحضر هذه الكتب ويقرأها فتكون كتابته لهذه المعلومات كتابة، ليست كتابة شخص حفظ، بل كتابة شخص اطلع على هذه الكتب، قرأها، إن لم نقرأها فلنحاول أن نمسك هذه الكتب، ننظر إليها، إلى غلافها، نتصفحها، نقرأ من كل كتاب ثلاث كلمات أو ثلاث جمل أو هكذا، حتى لا يصبح هذا الدرس درس حفظي جامد. إذا رأيت الكتاب أمسكته بيدي، رأيت كتاب شلبي، رأيت كتاب العشر مجلدات أفريات شلبي الذي تكلم فيه عن الدولة العثمانية، رأيت كتب هذا الكاتب وهذا وذاك وهكذا، فيصبح الدرس سهل جدا بهذه الطريقة. دراسة موفقة، دمتم بخير وإلى اللقاء.